بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، راح نحل مع بعض بإذن تعالى الاختبار الرابع. بالسؤال الأول، هانجي ساينن 1 بلو 2 إلي 1 بلو 3 توبلامي 30 دور. عم يقول لي مين هو العدد يلي نصه وتلته مع بعض مجموع بيساوي 30. فأنا العدد راح أفرضه X، إذن X على 2 زائد X على 3 لازم يساوي، عم بيقول لي 30. راح أوحد مقامات هون ب 3 هون ب 2، إذا صار عندي 3x و2x، إذا 5x على 6 بيساوي 30. لو اختصرنا 30 مع الخمسة بتعطيني 6، إذا صار 6 ب6، فإذا x بيساوي 36. جواب A. بالسؤال الثاني عم بيقول لي بير ساينن بير بلو 20، إذا عندي عدد 1 على 20 منه، أين ساينن بير بلو 2 كاتش كاتدر. عم يقول لي الواحد على 20 من هذا العدد هو كم ضعف من الواحد على 2 من العدد. اذا الواحد على 20 من العدد يعني هو اكس على 20، هذا بده يشوف كم ضعف من نص العدد. طيب نص العدد، هذا نص العدد اكس على 2، فانا لما بقسم هذا على هذا بعرف كم ضعف بيكون عندي. الاكس طارت مع الاكس، الاثنين تطلع لفوق، صار 2 على 20 يعني 1 على 10. الواحد على 10 يعني 0.1، اذا جواب ج. بالسؤال الثالث، بير مكتار بارانن، اذا عندي كمية من النقود، انجي بير بلو دردو، اذا اول شيء ربعه، سونرا بير بلو بشي هارجيور، اذا اول شيء صرفنا ربع المصاري، بعدين صرفنا خمس المصاري. طيب كالامبرا كركدورت تيلي اولدو ناغري، عم بيقول لي اذا علمت انه ما تبقى من النقود هو 44 ليره، هارجانان برا كاتش تيليدر. اذا شباب هون عندي عمليتين صرف، اول عملية صرف وتاني عملية صرف. اول عملية صرف قديش صرف؟ صرف اكس على 4 ربع المصاري. بتاني عملية صرف صرف اكس على 5. طيب صار شقد صار مجموع اللي صرف؟ اللي صرف هو مجموع هدول التنتين. راح اضطر اوحد مقامات، هون بدي اضرب بخمسة وهون بدي اضرب باربعة، 5x و4x، اذا صار 9x على 20. هذا شو هذا؟ هذا اللي صرفه. طيب ايش قد بقي عندي الكلان؟ ايش قد المتبقي؟ لاحظوا شباب، ال9 على 20 شو اللي بيكملها للتمام يعني للواحد؟ بيكملها 11 على 20، اذا متبقي 11x على 20. هلا شباب هو شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي انه المصاري اللي بقيت معه 44 ليره. طيب انا هذا الكلان ال11 اكس على 20 عم بيقول لي هو 44 ليره. طيب 11 مع ال44 بتعطيني هون 4، ف4 ضرب 20، اذا طلعت الاكس تساوي 80 ليره. شو هذا الاكس؟ هو المبلغ الكلي كاملا. طيب هو ما عاد عم بيطلب، عم بيقول لي هارجانان برا كاتش تيليدر، قديش مصروف؟ نحن هذا اللي صرفناه، 9 اكس على 20. فاذا انا الاكس عرفته، صار اذا المطلوب هو 9 ضرب 80 على 20، 0 راح مع 0، 8 مع الاثنين تعطيني 4، 4 ب 9، اذا 36 ليره هو اللي صرف. جواب د. مراد باراسنن بير بلو اتشنو تونجايا فيديرسي، عم بيقول لي اذا مراد اعطى ثلث مصرياته لتونجاي. تونجاين باراس مراتن باراسنن 3 بلو 4 eşit oluyor. اذا عم بيقول لي اذا مراد عطى ثلث مصرياته لتونجاي، تصبح مصريات تونجاي هي ثلاث ارباع مصرياته لمراد. إلك دروم دا، في الحاله الاولى مرادن باراس تونجاين باراسنن كاتش كاتنا eşittir. في الحاله الاولى مصرياته لمراد هي كم ضعف من مصاري تونجاي. اذا شباب هون كلياته نسب، فانا عندي هون عندي مراد وهون عندي تونجاي. انا ما بعرف لا مصريات هاد ولا مصريات هاد، اذا راح افرض هون هذا عنده اكس هذا عنده واي. طيب هو شو قال لي؟ قال لي لو مراد عطى ثلث مصرياته لتونجاي، اذا عطى ثلث مصرياته يعني راح منه الاكس، راح منه اكس على 3، قديش بده يبقى عنده هون؟ بده يبقى عنده 2 اكس على 3. هذا الحالة اللي أصبحت عليه بعد ما أعطاه المصاري. تونجاي شو بده يصير عنده مصاري؟ بده يصير عنده y زائد x على 3.
طيب هو شو أعطاني معلومة؟ عم بيقول لي، قال لي بعد ما بيعطيه المصاري، بعد ما هذا أخذ المصاري وهذا نقصه من المصريات، عم بيقول لي مرادن باراسنن، إذا عفوا شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي تونجاين باراس مصراته لتونجاي بتكون ثلاث أرباع مصرياته لهذا. إذا راح يكون عندي الواي زائد إكس على ثلاثة يساوي ثلاثة على أربعة من مصرياته لهذا اللي هي 2x على 3. طيب شباب، لو أنا رتبت الثلاثة طارت مع الثلاثة، الاثنين طارت مع الأربعة، بقي عندي هون 2، فصفي عندي صار y زائد x على 3 يساوي، بقي عندي هون x على 2. معناتها شباب صار ال y يساوي x على 2 ناقص x على 3. معناتها صار الواي بيساوي هدول إذا وحدنا مقاماتهم، هذا راح أضربه بثلاثة وهذا راح أضربه باثنين، فصار عندي 3x راح 2x، إذا بقي عندي هون x على 6. معناتها x يساوي 6 y. لاحظوا 6 بتجي لهون لأنه هي تحت واحد، إذا x يساوي 6 y. لحالة طلع الجواب شباب، x مين هي؟ مصريات مراد. والي مين هي؟ مصريات تونجاي. إذا لاحظ مصرياته لمراد 6 أضعاف مصرياته لتونجاي، إذا الجواب 6. سؤال الخامس، بيربلو اتشدلو أولان بير هافوزا، إذا عندي حوض مليان واحد على ثلاثة منه، دورتيوز لترسو إلافي إديدينجا، لما ضفنا له 400 لتر هافوزون بيربلو إكسي دولويو، إذا بيكون تملى نصه، إذا بعد ما ضفنا له 400 لتر صار عندي نصه مليان. بنابري هافوزون تمام كاتش لتر در، إذا المسبح كله أو الحوض كله كم لتر بياخد؟ إذا شباب أنا ما بعرف المسبح، راح أفرضه X، عبي قل لي مليان تلتو، إذا أنا عندي حاليا X على 3، هذا عندي عبي قل لي ضفنا له 400 لتر، فهي 400 لتر ضفنا له. شو بيصير بعد ما نضيف له 400 لتر؟ بيصير صار عندي كله 1 على 2 مليان، إذا هذا كله يساوي يعني x على 2. طيب لو أنا نقلت الـ x على 3 لهالجهة، فصار عندي x على 2 ناقص x على 3 بيساوي 400. راح نوحد مقامات، هون راح أضرب بـ 3، هون راح أضرب بـ 2، صار 3x راح 2x، إذا x على 6 يساوي 400. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، إذن X يساوي 2400 لتر، إذن الجواب عندي هو B. بالسؤال السادس، جام إليندكي بارانن أنجي بير بلو ألتسنة دها سونرا كالان بارانن بير بلو دردنو هارجيو، إذن جام عنده مصريات، بأول عملية صرف صرف 1 على 6 من المصريات تبعيده، فيما بعد دها سونرا كالان بارانن المصريات اللي بقيت عنده صرف ربعة، إذا عندي عمليتين صرف، هاي هون عملية الصرف الأولى وهي عملية الصرف الثانية. أول مرة صرف سدس المبلغ يعني X على 6، ثاني مرة المتبقي صرف ربعه. طيب شباب إذا أنا صرفت X على 6 شو بيبقى عندي؟ أكيد بيبقى عندي 5X على 6، هذا المبلغ اللي بقي، شقد صرف منه؟ صرف ربعه 1 على 4، إذا صار بعملية الصرف الثانية صرف 5x على 24، هون 5x على 24، إذا هي عملية الصرف الأولى وهي عملية الصرف الثانية. طيب شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي جيمين هارجد تو بلان برا، كل المصاري يلي صرفهم، يعني هو هذا يلي صرفه مع هذا المبلغ اللي صرفه 162 ليرة، أول دونا غوري. عبي قلي كلام برس كاتش تيليدر، قديش بقيان معه مصاري؟ إذن شباب هو صرف X على 6 و 5X على 24، راح أشكل معادلة، إذن 5X على 6 زائد، عفوا هون أنا آسف، X على 6 زائد 5X على 24 يساوي عبي قلي 162 ليرة. راح واحد مقامات، هذا راح أضربه بأربعة، 4x و 5x، صار عندي 9x على 24 بيساوي 162 ليرة. إذا شباب بختصر شو ما فيني أختصر،
التسعة بتقبل قسمة على ثلاثة، والأربعة وعشرين بتقبل قسمة على ثلاثة، صفي عندي هون ثلاثة إكس، وهون تحت صار ثمانية. هلا المية واثنين وستين أيضا بتقبل قسمة على ثلاثة، الستاعش فيها بخمسة، زاد معي واحد، اتناعش على ثلاثة فيها بأربعة. إذا صار عندي معناتها الإكس، إذا صار إكس شو بيساوي؟ 8 ضرب 54، يعني إذا 8 ضرب 54 ويساوي 8 ب 50 432، إذا 432 ليرة. هذا كل المبلغ اللي معه. طيب قديش صرف هو؟ صرف 162 ليرة، راح أطرح منها 162 ليرة، إذا 0 7، إذا راح يبقى معه 270 ليرة، إذا جوابي 270. بهذا السؤال عم بيقول لي بير ساينن اكي بلو اتشنون بير بلو دردوني يرمي اكلدين ده سي يرمي يدي اوليور. عم بيقول لي عندي عدد تلتينه لهذا العدد، اذا اخذت ربع وضفت له 20 بيطلع 27. اذا المعادلة رح تكون عندي بالشكل التالي، 2 اكس على 3، العدد هو اكس، طيب ربعه اذا ضربناه بواحد على 4 ضفنا له 20، هاي ضفنا له 20، عم بيقول لي بيطلع معي 27. طيب شباب انا بختصر اللي فيني اختصره، الاثنين مع الاربعة عطتني هون 2، فصفي عندي اكس على 6، اذا اكس على 6، ال 20 اجت لهون فصار عندي 27 وراح 20، اذا بيساوي 7، معناتها الاكس طلعت جداء الطرفين بالوسطين، اذا 42، جواب اه. بالسؤال الثامن عم بيقول لي بير توب هير دو شوشتي دشتو يكسكلين بيربلو سكيزي قدار زبليور. إذا عندي كرة بكل قفزة بكل وقعة تسقط فيها قديش سقطت من الارتفاع اللي سقطت منه، بتقفز مرة تانية لواحد على 8 من الارتفاع اللي سقطت منه. بلي بير يكسكليكتان براكلان بير توب، عم بيقول لي في عندي كرة تركت من ارتفاع معلوم إكنجي زبلايشتا، إذا بالقفزة الثانية 10 سنتيمتر يكسكلي دي نيغري، عم بيقول لي إذا علمت إنه القفزة الثانية إلها كانت هي 10 سنتي. توب كاتش متر يكسكلي كتان براكل مشتر، من أي ارتفاع نحن تركنا الكرة تسقط. شباب راح أرسم رسمة بسيطة، هاي رسمة بسيطة بهذا الشكل. أنا عندي الكرة، فرضا الكرة كانت هون. طيب انا لما خليتها تقفز انا عندي ارتفاع هون، هذا الارتفاع اللي هو طالبه مني، هذا الارتفاع راح اسميه اكس. خليت الكرة تسقط، اذا بالسقوط لاحظوا كيف راح تسقط الكرة بهذا الشكل، ضربة الارض راح ترتفع لتمن هذا الارتفاع، يعني راح توصل خليني اقول لهون لهذا الارتفاع، هذا هو شو صار تمن هذا الارتفاع، يعني اذا هون عندي اكس فهون صارت المسافة من هون لهون صارت اكس على 8. هذا الحكي نحن عم نحكيه هي القفزة الأولى، إذا ضربت هون هاي النطة الأولى. هلا هو ايش عم بيقول لي؟ عم بيقول لي بالقفزة الثانية، إذا إكينجي زبلايشتا بالقفزة الثانية، إذا رجعت الكرة ضربت الأرض مرة ثانية وارتفعت مرة ثانية لتمن الارتفاع اللي قبله. إذا اكس على 8 بدي ارجع اقسمها على 8 مرة تانية، فصار هذا الارتفاع من هون لهون اكس على 64. طيب هو شو عطاني؟ طبعا هي هي القفزة الثانية. هو شو قال لي؟ قال لي هذا الارتفاع هون طلع 10 سنتي، اذا الاكس على 64 طلع 10 سنتي، معناتها الاكس ايش بتساوي؟ 640 سنتيمتر. لكن هو شو عم بيطلب مني؟ عم بيقول لي كاتش متر، بده اياها بالمتر، ف 640 سنتي بتساوي 6.4 متر، اذا جواب د. بالسؤال التاسع بير صنفتكي اركيك اورنجي لارن سايس كز اورنجي لارن سايسنن 3 بلو بشينه اشتر، عم بيقول لي في عندي صف نسبه الذكور للاناث هي 3 على 5، يعني الاركيك على الكز بيساوي 3 على 5. Sınıftaki öğrenci sayısı 34'ten fazla olduğuna göre abi illi izi alimd innu adad الطلاب بالصف هنن أكتر من 34 طالب. Erkek öğrenci sayısı adad الطلاب الذكور
Aşağıdaki ilerden hangisi olamaz? Min müstahil inno yikun min beynatum. Andi 15, 16, 18, 21, 24. Şabab, ana lo tallat ala nisbe, nisbe zukur lel inas 3 ala 5. يعني انا هذا هون شو مو طبعا مو انه عندي 3 صبيين وخمس بنات، بالعكس اذا انا عندي النسبه 3 على 5 يعني الذكور 3 كا والاناث 5 كا، يعني من مضاعفات الذكور هن من مضاعفات 3 والاناث هن من مضاعفات 5. لو اطلعت على الاعداد شباب يفترض فيني اي عدد من هدول الاعداد لازم يكون من مضاعفات 3 بيصلح انه يكون للذكور. لاحظ ال 15 تزبط، ال 16 ما بتصير، ما بيقبل قسمة على 3، 18 بيقبل، 21 بيقبل، 24 بيقبل. إذا ببساطة الجواب هو بي. يعني حتى المعلومة هي اللي عم بيقول لي إنه عدد طلاب الصف فوق ال 34 ما لزمتني أبدا. سؤال العاشر، لودفو باراسنين إكيبلو بشي إلى تانيسي أون تيلي أولان بيليتلردان دور تاني أليور. إذا لطفي اشترى باثنين على خمسة من النقود اللي معه، اشترى أربع بطاقات كل واحدة منهم 10 ليرات. بناغري لطفنون كاش تيليسي فاردر، كم ليرة عنده لطفو؟ إذا مصرياته هي إكس، اشترى باثنين على خمسة، إذا يعني ضرب اثنين على خمسة، اشترى فيه بطاقات، كم بطاقة اشترى؟ أربع بطاقات كل واحدة 10 ليرات. طيب عم يقول لي اذا قديش مصرياته هي؟ طيب الاثنين مع العشرة اعطتني هون خمسة، فاكس على خمسة بتساوي 20، معناتها الاكس تطلع 100 ليرة. اذا جوابي السؤال 11، بير ماركتكي مالار تشوريريك بير بلو اون اوراندا فيري فيرمشتر. فيري فيرمك شباب بمعنى ينكمش يتقلص. اذا عندي شو عم بيقول؟ عم بيقول لي في عندي سوبر ماركت، في عندي بضاعه تشوريريك، تشوريميك معنى يعني تعفنت او خربت، تمام؟ اذا عندي بضاعه، خليني اقول فاكهه او شيء، هي لما جفت او خربت او تعفنت نزل منها نسبه 1 على 10، 1 على 10 من يعني 1 على 10 يعني نسبه 10%. إذا انكمش من هالبضاعة 10% تقلص من حجمها، أو خليني أقول تبخرت منها مي إلى آخره. بنون سنجوندا بناء على هذا الكلام، ماليت أو ماليتي ني أوراندا أرت مشتر، بناء عليه فالمالية تبعيتها أو رأس مال هالبضاعة قديش ارتفع؟ قديش نسبة الارتفاع له؟ شباب هذا السؤال كان يفترض ما يحطوه مع سؤال الأعداد، في عندي بحث للنسب المئوية والربح والخسارة، يفترض كان هنيك يكون. رح أفرض أنه البضاعة اللي عندي أنا مشان أتعامل مع نسب مئوية أسهل لي، رح أفرض أنه البضاعة اللي عندي كلياتها 100 إكس، هاي البضاعة اللي عندي رأس مالي أنا البضاعة اللي جايبة، خليني أقول جبنة، إذا 100 إكس ثمنة. طيب شو صار شباب؟ صار عندي لما نقص منا 10%، شو بقي عندي؟ صار عندي 90 إكس بقي عندي، تبخر منا شقد راح منا، نقص منا 10 إكس. إذا هلا أنا المال اللي عندي أنا كتاجر بدي أفترض إنه أنا مصرياتي اللي حاطة 100 ليرة، تمام؟ حاليا البضاعة اللي عندي هي 90 ليرة. هلا أنا بدي أشوف هو إيش عم بيطلب مني، عم بيقول لي الماليات نوراندا أرت مشتر، نسبة الزيادة على هذا المبلغ. فأنا شباب بدي أشوف المبلغ عندي صار كأنه عندي هلأ أنا بضاعتي 90 ليرة، أنا كتاجر ما بصير أخسر، لازم أرجع رسمالي على الأقل. إذا أنا خسران مصراتي 10 إكس. طيب قديش لازم أحط نسبة زيادة لحتى ترجع مصرياتي؟ نسبة الزيادة هي هالعشرة بس من أصل شو؟ من أصل هالبضاعة، يعني نسبة الزيادة هاد على هاد. إذا صار عندي 10 إكس على 90 إكس، طارت الإكس مع الإكس، إذن 1 على 9، إذن جواب د. سؤال 12، بوراكن فندقلارنن سايسي مهمدين فندقلارن سايسنن 3/2، لفندن فندقلارنن سايسنن 4/3 eşittir. إذن هون عندي 3 أشخاص، بوراك، إذن بوراك و مهمت ولفنت.
انتبهوا شباب شو عم بيقول لي. راح ربط عدد الحبات البندق اللي عند براك، ربطهم مع محمد ومع لواند. لكن شو قال؟ قال انه بتساوي مصر اللي عند براك بتساوي 3-2 من اللي عند مهمت، وايضا بتساوي 4-3 من عند لواند. اذا هون 4-3 من هاد بيطلع اللي عند براك، و 3-2 من هاد بيطلع هاد. اذا شباب ما دام هذا الرقم متعلق بهالنسبتين، معناته انا باخذ جداء هالنسبتين ببعضهم. يعني هذا الرقم براك هو مضاعف مشترك اصغر لمحمد ولواند. اذا راح اخذ نسبة ال 3-2، لاحظوا ال 3-2 ضرب ال 4-3 ويساوي طارة 3-3 4-2، اذا 2. اذا فرضت انا براك عنده 2 اكس، هلا مهمد شلون بدي اطالع نسبة محمد لهاد؟ بدي اقول محمد اذا ضربته ب 3-2 راح يطلع معي هاد، فمعناته انا لارجع محمد بضرب ال 2 اكس بمقلوب هاد. اذا لاحظوا 2x ضرب 2-3 بيطلع معي 4-3. اذا مهمت عنده 4x-3. برجع بعيد شباب، لانه ليش؟ رجع شوف، عم بيقول لك محمد اضربه ب 3-2 لازم يطلع اللي عند براك. هاي محمد شو عنده؟ 4، لاحظوا 4x-3، اضربه ب 3-2، ضربناه ب 3-2، طارت 3-3، ال 4-2 طلع معي 2x، لاحظوا طلعت مصريات هاد. هلا بدي لواند، لواند شو عم بيقول لي؟ اذا اخذت 4-3 منه بيطلع اللي عند براك. طيب انا بالعكس بدي اطالع اللي عند لواند، فراح اضرب مصريات براك او عدد البندق اللي عنده راح اضربه بمقلوب ال 4-3، ف 2x ضرب 3-4 بيطلع اللي عند لواند. الاثنين راحت مع الاربعة، شو طلع عندي هون؟ بقي 2، اذا 3-2، اذا هون 3x-2 عنده. كمان لا اتأكد شباب، ال 3-2 هي 3-2 اضربها ب 4-3، ضربناها ب 4-3، طبعا هون في x، الاربعة عفوا ال 3-3 راحت، الاربعة مع 2 بقي 2x، اذا طلع 2x. اذا زبطت النسب بهذا الشكل، متأكد انه نسبي توزيعها صار صحيح. منكمل المسألة. بناقرة مهمدين فندق لارنين سايسنن، بده هدول اللي عند محمد. لواندين فندق لارنين سايسنا أورانين كاشتر، بده نسبة هدول على اللي عند لواند. فمجرد أقسم نسبتين على بعض، إذا 4x-3 تقسيم 3x-2. أول شيء الإكسات طاروا مع بعض، 2 بـ4 إذا 8، ال 3 بـ3 9، إذا نسبة 8-9 الجواب E. سؤال 13، بير ديبونون بير بلو اتشو سو دولويكان، عم بيقول لي في عندي خزان لما تلته مليان مي 20 جرام وزنه. بيربلو اكسيد سو دولويكان، لما بيكون نصه مليان مي بيكون 25 جرام. قال ميك تدل، طيب يعني انه بيكون هيك. بو ديبونون تمام كاتش جرام سو الر، اذا هذا الخزان كله كم جرام من الماء بياخذ؟ شباب رح ارسم رسم بسيط، هاي الحاله الاولى وهي الحاله الثانيه. بالحاله الاولى عندي الخزان مليان مي لتلته، اذا هيك عندي هذا، هون عندي المي مثلا خليني افرضه، اذا يعني حجم الماء وزنه اكس اللي هو، اذا هون اكس على 3. بالحاله الثانيه هون نصه مليان، اذا هون عندي اكس على 2. طيب شباب هون عم بيقول لي كان الوزن عندي هون 20 جرام، اذا هون عندي 20 جرام، بينما هون كان الوزن عندي 25 جرام بهذا الشكل. طيب ايضا هون شباب بهذا السؤال ما بنسى انه معناته الخزان نفسه في له وزن. خليني افرض وزن الخزان واي وهون واي. طيب راح اشكل معادله بهذا الشكل، اكس على 3 زائد واي، هون اكس على 3 زائد الي بيساوي 20. هون راح اشكل معادله اكس على 2 زائد الواي بيساوي 25.
هلا هو شو عم يطلب مني؟ عم يطلب مني الماء. الماء اذا كان كامل مليان مي راح ياخذ اكس كامل. اذا عم يطلب مني بهالمساله انا احسب الاكس. انا لاحظوا عندي معادلتين بمجهولين، اذا انا من هالمعادلتين مين بدي اطير؟ بدي اطير الواي. طيب بدي اخلص من الواي، معناتها هالمعادله بطرح منها هالمعادله، فصار x على 2 ناقص x على 3. لاحظوا هون x على 2 ناقص x على 3، الواي ناقص y طاروا مع بعض يساوي 25، راح منا 20، اذا راح يطلع معي 5. طيب اذا انا راح اوحد مقاماتي، هون راح اضرب ب 3، هون راح اضرب ب 2، معناتها صار 3 x راح منا 2 x، اذا x على 6 بيساوي 5، معناها الاكس بيساوي 30 جرام، اذا وزن الماء بيطلع 30 جرام. جواب اي. سؤال 14. Bir araç gideceği yolun önce 3/8'ini daha sonra kalanın 2/5'ini gidiyor. اذا عندي سياره اول شيء مشيت 3/8 من الطريق، بعدين الجزء المتبقي منه مشيت 2/5 منه. Bu aracın geriye 90 كيلومتر يولو كالدنا غير، يعني بيقول لي اذا علمت انه هي السياره بقي لها 90 كيلومتر لتوصل، يولون تمام كاج كيلومتر دل. اذا قديش الطريق كلياته؟ اذا شباب هون راح نشتغل على المتبقيات، كل المساله عم يعطيني عم يحكي عن البواقي. طيب عندي سياره اذا مشيت اول شيء 3/8 من الطريق، قديش بقي عندها؟ إذا بقي لها هذا الرقم لنكمله للواحد، إذا بقي لها 5/8. إذا 5/8 من الطريق اللي هو X. طبعا بيقول لي بعدين ده سونرا كالانن إكيبولو بشي، مشيت بعدين 2/5 من الطريق وبقي عندها 90 كيلومتر. طيب إذا مشيت 2/5 من هات، معناتها قديش رح يبقى منه؟ رح يبقى منه 3/5. معناتها إذا ضربت بثلاثة على خمسة صار هذا كلياته باقي، صار هذا كله شو بيساوي؟ 90 كيلومتر. هو قال لي بقي له 90 كيلومتر. طيب شباب الثلاثة مع 90 عطتني هون 30، الثلاثين مع الخمسة عطتني هون 6، فإذا إكس شو بيساوي؟ 5/8 40، 40 بستة إذا 240 كيلومتر، فالجواب هو د. سؤال 15. Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturunca، إذا عم بيقول لي الطلاب لما قعدوا بالمقاعد بشكل ثلاثات، يعني ثلاث طلاب ثلاث طلاب بكل مقعد، إكي öğrenci ayakta kalıyor، بقي عندي طالبين ما بقي لهم محل. Eğer dörderli oturulursa، إذا بركوا بشكل أربعات إكي سرا boş kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır؟ شباب انا راح افترض انه عندي اكس مقعد، عندي اكس مقعد. طيب هن اول شيء قعدوا ثلاثات، ثلاث طلاب بكل مقعد، فاذا ثلاثه ضرب عدد المقاعد اللي هو اكس، ايه شو صار عندي؟ بقي عندي طالبين، اذا زائد 2. اذا هلا هون شباب انا عم بشتغل هدول عدد الطلاب، ثلاثه ضرب اكس يعني عدد المقاعد زائد 2، هو نفسه هذا عدد الطلاب، هو نفسه عم بيقول لي لو قعدوا بشكل اربعات، قعدوا بشكل اربعات عبوا المقاعد كلها، بس ايش عم بيقول لي؟ بقي مقعدين فاضيين، إيه هن عدد المقاعد كانوا اكس، اذا قعدوا باكس ناقص 2. اذا تشكلت معي المعادله، فصار عندي فيني احلها 3x زائد 2 بيساوي 4x ناقص 8. لو جبت ال 3x لهون وجبت الناقص 8 لهون راح يصفي عندي x بيساوي 10. x بيساوي 10 شو هو؟ هذا عدد المقاعد انا فرضته. طيب هو شو عم بيطلب مني؟ بده عدد الطلاب، عدد الطلاب فيني اطالعه من هون، عدد الطلاب 3 ضرب x اللي هو 10 زائد 2، يعني 30 زائد 2 يعني 32 طالب. اذا الجواب عندي هو د. سؤال 16. Enes elindeki parasının önce 1/3'ünü daha sonra kalan parasının 1/2'sini harcıyor. اذا انس عنده مصريات، اول شيء صرف ثلث المصاري، ثاني شيء ما تبقى عنده صرف نصهم. انسين harcadığı toplam para 60 TL olduğuna göre، يعني اللي اذا علمت انه كل المصريات اللي صرفها انس هن 60 ليره،
باش لانجشتان كاتش تي لي سي فاردر، قديش كم ليره كان عنده في البدايه؟ اذا هون شباب عندي عمليتين صرف، هاي عمليه الصرف الاولى وهي عمليه الصرف الثانيه. اول شيء شباب شو صرف؟ صرف ثلث المصريات، يعني صرف اكس على 3. اذا اكس على 3. بالمره الثانيه ما تبقى عنده من المصاري صرف نصهم. طب اذا صرف اكس على 3 شو بقي عنده؟ بقي عنده 2 اكس على 3. شو صرف شباب؟ صرف نص المصاري اللي صرفهم، يعني الاثنين راحت مع 2 يعني اكس على 3، يعني ايضا كمان صرف اكس على 3. طيب صار مجموع اللي صرفه، مجموع اللي صرفه شباب هو الاكس على 3، هي الاكس على 3 وهي الاكس على 3، فصار مجموع اللي صرفه 2 اكس على 3. هو ايش عم بيقول لي؟ مجموع اللي صرفه كله 60 ليره. اذا 60، فالاثنين راحت مع ال 60 بقي عندي هون 30، اذا اكس يساوي 90 ليره، ما عدا مصرياته بالاصل 90. الجواب جيم. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهايه الاختبار الرابع. شكرا كثير لاصغائكم.